السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا فاضل. تفضل. الله يشهد الله أنه حبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. دخل رجل المسجد لصلاة الجمعة أثناء الأذان. طيب. يصلي ركعتين أم ينتظر لينتهي الأذان؟ كاجتهاد في الرأي ليس معي نص ثابت، لو جمع بين الحسنين وكرر مع المؤذن وقال أذكار الأذان ثم صلى ركعتين خفيفتين أرى أن ذلك أمثل، والله أعلم. بارك الله فيك. أفيكم.